احنا طولنا ساعة تانية. هو بس المفروض في بيبر هيتوزع، دي سامبل من البيبرز بتاع امتحان الكريتيكال ابريزل. المفروض هنقرا بعد ما انا هخلص، انا في ربع ساعة نقرا فيها البيبر ونحاول نجاوب الكويشنز ريتن. مش مهم يعني، مفيش المهم، بس انا عايز اعرف الفيدباك ايه. اكتب اللي انت عارفه فيها. تمام؟ احنا قلنا ازاي بعمل critical appraisal لل research question ولل research subject، وبدأنا في research methodology. المهم اللي انا اعرفه في الستاتستكس بس ابقى فاهم ايه definition. انا طبعا للسهولة عملتها في جداول زي glossary للستاتستيكال terminology. يعني ايه كلمة ANOVA؟ يعني ايه كلمة attributable risk؟ يعني ايه كلمة canonical correlation analysis، ceiling effect، cluster analysis؟ يعني ايه chi square؟ يعني ايه confidence interval؟ طبعا المفروض اي واحد يبقى عارف على الاقل مين يستعمل الحاجات. لكن انا معلش هركز على النقط اللي شوية انا شايف انها اساسية ان الواحد يعرفها، ولكن المفروض الحقيقة تبقى مقوية بكل ده. يعني ايه الفرق ما بين الكاي سكوير والتي تيست مثلا؟ عارفين تسمعوا عن الاختبارات دي. يعني ايه كاي سكوير اللي هو الاكس تو ذا باور 2، ويعني ايه تي تيست؟ امتى اعمل ده وامتى اعمل ده؟ ها حد عارف؟ يعني التي تيست بارامتريك، يعني بستخدمه لما اكون عايز اقارن ما بين مجموعتين، المجموعات دي فيها ارقام وليها مين وستاندرد ديفيشن. يعني افرض انت عايز مثلا يعني خليني اقول كوز ليفل في الناس اللي سكيزوفرينيك والناس اللي مش سكيزوفرينيك، هل دي بارامتريك ولا نون بارامتريك؟ بارامتريك، فيها ارقام. فاقدر اعمل ايه؟ اروح جايب المين بلاد جلوكوز في العينه دي والستاندرد ديفيشن اللي هم السكيزوفرينيك، والمين والكنترول، والمين اسف والستاندرد ديفيشن بتاع الكنترول، واعمل تيست. يبقى التيست هو اشهر اختبار بيتعمل بارامتريك لما اكون عايز اقارن ما بين مجموعتين في اثنين مين وستاندرد ديفيشن. امال الكاي سكوير؟ الكاي سكوير نون بارامتريك. يعني افرضي عندي نسبه، يعني عندي مثلا ان من الجماعه السكيزوفرينيك في نسبه منهم عندهم خلينا نقول اي حاجه، زي اي حاجه ما لهاش ارقام، عندهم هيدك، عند اي حاجه. فبقارن الاوبزرفد فريكونسي بالاكسبكتد فريكونسي. عشان كده لما يكون عندي مجموعتين وعايز اقارن ما بينهم مش بمين وستاندرد ديفيشن ما فيش ارقام، اشهر اختبار نون بارامتريك بستخدمه هو الكاي سكوير. لكن لما يكون عندي مجموعتين لهم مين وستاندرد ديفيشن وارقام بيبقى تي تيست. طب افرض اكتر من مجموعه وعايز اشوف هل في علاقه ما بين الاندبندنت فاريبلز او لا. ايه؟ بستخدم يا اما مالتي فاريبل اناليسيس، يا اما بستخدم الاناليسيس اوف فاريبلز. الاناليسيس اوف فاريبلز كتير قوي هتعرفوا تسمعوا الترم ده، ترم الانوفا اناليسيس اوف فاريانس او المالتي فاريت اناليسيس. طبعا بقى في حاجات تانيه لو انا عايز اعمل كورليشن او اسوسيشن ما بين حاجتين. يعني انا حاطط هايبوثيسيس كلما زاد البلاد جلوكوز ليفل كلما زادت السايكوتيك سيمبتومز. دي اختار انهي ستاتستكس؟ نوع الاختبار اللي اسمه ايه؟ هل انا هبدرس ريليشن؟ دي نقطة أنا بحب أسألها في الشباب. إيه الفرق ما بين الريليشن والكورليشن؟ إيه الفرق ما بين to study the relation أو to study the correlation؟ هما زي بعض. طيب. بالظبط. الكورليشن association ما بين two variables. مش إن أنا بعمل assessment للدفرنس
ما بينهم significant ولا لا. يعني انا في المثال الثاني اللي انا بقوله انا بعمل association ما بين ال variable ده in order وال variable الثاني in order. كلما زاد ال blood glucose زاد السيكوتيك سيمبل، يبقى دي اسمها ايه؟ correlation. الاختبار واشهر اختبار بيستخدم correlation اللي هو correlation coefficient اللي هو association ما بين two values، والرقم بتاعه يبقى من minus one الى positive one، لان لو طالع negative يبقى معنى كده ان correlation ايه؟ negative. يعني لو زاد ده قل يبقى اسمها ايه؟ مش واضح، مش واضح، في حاجه مش واضحه. ها؟ صحيح؟ يعني لما اقول ان في نيجاتيف كورليشن ما بين الاسكيزوفرينيا والبلاد جلوكوز يبقى معنى كده ان كل ما زاد البلاد جلوكوز قل. سواء بالنيجاتيف اكتر من 0.7 يبقى معنى كده ان ده له سيجنال. انا بس بقول اشهر حاجات. تسمعوا كلمه ديجريز اوف فريدم لما بيقول لك بطلعها من التيبل بشوف ايه فريدم، دي معناها نمبر اوف ويز ان ويتش الداتا سيت مجرد بس نعرفها كاسم ديجريز اوف فريدم. مش عايز اخش لان ده هياخد وقت الحقيقه، بس يعني اللي انا عايز اقوله يا ريت بس نبقى اوير بالترمينولوجي. انا بقول الحاجات اللي هي مش بيزكس كي جي 1 كمان، لكن المفروض ابقى عارف لو عندي رقم قليل بستخدم اني كوركشن. يعني ايه كابا اندكس؟ الانتنشن تو تريت، النمبر نيدد تو تريت، النمبر نيدد تو هارم، الاودز ريشيو. الاودز ريشيو اللي هي عدد الفاليو لايكلي ان هو يحصل فيها ديفايدد بالنمبر اللي هو نوت لايكلي انه يحصل. ودي من اكثر الحاجات اللي بتشتغل بالستاتستكس. يعني لو كان الاوز ريشيو طلعت واحد معناها انها مش سلبت زي ما موجود عندكم في البيبر دلوقتي. طيب يعني انا مش هخش بقى في الديتيلز بتاعه الاستاتستكس، يعني نخش على الاستاديز على طول. بس ارجع اقول تاني مهم ان انا يبقى عندي فكره عن الترمينولوجي بتاعتي، عارفها. بس انا مش هعمل انا الاختبار، بس انا عارف امتى استخدم ده وامتى استخدم. ايه انواع الاستاديز اللي احنا بنستخدمها ان جنرال؟ في عندي اول حاجه الديسكريبتيف اوبزرفيشنال ستاديز، تاني حاجه الاناليتيكال اوبزرفيشنال ستاديز، تالت حاجه الاكسبيرمنتال ستاديز او اللي هي كلينيكال ترايلز اللي بستخدم فيها انترفنشن، ورابع حاجه الفارماكو ايكونوميك ستاديز. وبعدين في عندي حاجتين بدأوا ياخدوا اهتمام في الفترة الأخيرة اللي هما السيستميك أو سيستماتيك ريفيوز والميتا أناليسيس. نمسك واحدة واحدة. ديسكريبتيف أوبزرفيشنال ستاديز معناها إيه؟ معناها إن أنا بعتمد في الاستادي دي على الوصف وليس التحليل. يعني في ديسكريبتيف دي يقابلها انفرنشال. يعني لما أقول إن أنا عملت بحث ولقيت 60% من المصريين بيؤيدوا الديمقراطيه. الستاتستكس هنا انا ما عملتش انفرنشال ستاتستكس، يعني ما طلعتش سيجنيفيكانس، لكن انا عملت ايه؟ ديسكريبشن، عملت وصف. تمام؟ يبقى اول مجموعه من الستاديز اللي احنا بنسميها ديسكريبتيف اوبزرفيشنال ستاديز، ودول بيبقوا بيورلي ديسكريبتيف، ما بيطلعش منهم سيجنيفيكانس. امال هما ايه فايدتهم؟ ايه فايده الديسكريبتيف ستادز؟ لما اقول ان 60% من المصريين عندهم ديبريسيف سيمتومز، 80% من المصريين عندهم اوبسيسيف سيمتومز، وايه يعني؟ ما انا ما عملتش اي ستاتستكس، لكن ايه فايدتها؟ They generate hypothesis. عن طريق الستادز ديت انا باخد فكره. يعني هما مش تو تيست هايبوثيسز عشان يختبروا فرضيات، لا، ده منهم انا بطلع بفرضيات. يعني لما اقول ان المصريين 80% منهم عندهم اوبسيشن، بحط فرضيه ان التدين له علاقه بالاوبسيشن. طريقه التربيه ليها علاقه بالاوبسيشن. هما فايده الستادز ديت نوت تو تيست هايبوثيسيز، ولكن الاكثر انها تو جينيريت هايبوثيسيز.
الاكزامبلز بتاعتها اللي موجوده طبعا اشهر اكزامبلز هي السيرفيز. السيرفيز دي تقدر تطبقها يعني لو انا عايز دلوقتي اعرف رايكم في المحاضره اعمل ايه؟ هوزع كويشنير المحاضر كان يومين المحاضر ما فهمناش منه حاجه الوقت مش عارف كان كل ما بتحضر اي محاضره بره بيوزعوا عليه كده فيدباك علشان يستفيد بيه الجماعه الاورجنايزرز على طول. هل بقى انا عملت اي تيست ستاتستكس؟ هل عملت دي تيست ولا باي سكوير؟ ابدا. انا مجرد خدت فكره التندنسي ماشي ازاي. يبقى من الحاجات المهمه هي السيرفيز ومزيتها انها سيمبل وكروس سيكشن بقدر اعملها التكس نو تايم على طول. تمام؟ لكن بقى من الحاجات المهمه اللي هي بيورلي ديسكريبتيف كيس ريبورت وكيس سيريز. يعني ايه كيس ريبورت وكيس سيريز؟ انا عندي حاله سكيزوفرينيك وعندي اجينيسيس اوف ذا كوربس كالوزا وعنده في نفس الوقت اوتستيك فيتشرز. هروح كاتب الحاله دي ووصفها وبدات امتى والتاريخ العائلي بتاعها ايه والسجادة و انا عملت اي تيستكس هنا؟ خالص. انا مجرد عملتها كيس ريبورت. طب هل دي ليها قوه؟ يعني لما اجي اقرا كيس ريبورت هل ليها قوه؟ ولا ملهاش قوه؟ يعني تقدر تترقى بيها في الترقيه؟ نقدر نترقى بيها في حاله واحده. يعني الكيس ريبورتس مش مقبول ان احنا في لجنه الترقيات ما بناخدش الكيس ريبورت الا اذا كانت بتتعامل مع رير ديس اوردرز او اذا كانت مكتوبه كويس قوي واذا كانت جنريتنج هايبوثيسيز. يعني وخصوصا اذا كانت كيس سيريز. يعني انا قدمت ثلاث حالات فيهم سكيزوفرينيا وفيهم ابنورمالتي في كوربس كالوزا. كويس وخدمهم كويس وقدم كل الداتا. طبعا ليه ممكن انشر البيبر ديت عندي في المجله؟ ليه ممكن اقبلها في الترقيه؟ لا فكره وعن طريقها اقدر اعمل هايبوثيسز. يعني عن طريق البيبر ديت بقول لا سكيزوفرينيا ممكن تبقى على الرغم من العدد قليل. ليه هنا ما بطلبش من الكانديديت سامبل سايز كبير؟ بين ليه؟ ده راجل كتر خيره، الواحد ممكن يعيش ويموت وما يشوفش غير حالتين ثلاثه فيهم الحكايه دي. عشان الكيس ريبورتس او الكيس سيريز بتبقى مقبوله لما تكون بتعامل مع رير كونديشن او رير كومباينيشن ومكتوبه صح. ده فيري دوكيومنت. يعني ايه اوديت؟ حد منكم ليه في الاداره؟ يعني حد ناوي يبقى مدير مستشفى؟ او في الجوده او في الحاجات دي؟ والله مكسب اكتر دلوقتي. اي واحد هيشتغل في الادمنستريتف سايكايتري لازم يبقى عنده فكره عن الاودت. لازم يبقى عنده فكره عن لو هتاخد هوسبيتال مان. في فكره دلوقتي ان مفيش واحد ياخد منصب اداري من غير ما يكون واخد كواليفيكيشن في الكواليتي والهوسبيتال مانجمنت. فطبعا هنا هيجي موضوع الاودت. يعني ايه اودت وايه الفرق ما بين الاودت والريسيرش؟ يعني ايه اودت؟ حد عنده فكره؟ يقول لك هنعمل اودت. ها؟ هي بالجوده، هي طبعا بتفيد في الكواليتي اشورنس، بس يعني ايه اودت؟ خليني اقول الموضوع بالظبط. انا عندي مشكله. انا راجل باحث وعايز اشوف علاقه الاسكيزوفرينيا بالانفكشن. فبعمل ايه؟ انا عايز اشوف علاقه الاسكيزوفرينيا، هل الاسكيزوفرينيكس عرضه ان يجيله انفكشن ولا لا؟ هعمل ايه؟ هعمل ريسيرش. هاخد عينه من الاسكيزوفرينيك اللي دخل المستشفى في خلال الثلاث شهور او الست شهور وابتدي اعمل لهم اناليسيز للحكايه دي. دي ستادي. دي ستادي اسمها ريتروسبكتيف ستادي. اوكي؟ لكن تخيل بقى الوضع مش كده. تخيل انت راجل مدير مستشفى وفجأة ظهر عندك أربع خمس حالات دايريا وفوميتنج وفيبر. فجأة كده الحق ده في أربع خمس حالات سكيزوفرينيك وعندهم دايريا وفوميتنج وفيبر. أعمل إيه؟
فبقول لا ده انا لازم اعمل اوديت. يعني ايه اوديت؟ الاوديت مش ريسيرش، ده بيبقى فيه مشكله الاوديت معناه سيستماتيك وكريتيكال اناليسيس اوف براكتس. ايه الفرق ما بين الاوديت والريسيرش؟ نعملها بجدول. الايم بتاع الاوديت ان انا اشوف الكواليتي اوف سيرفيس، انا عايز اشوف المشكله فين، الغلط جه منين، ايه الاهمال اللي حصل. لكن الايم ايه بتاع الريسيرش؟ الايم بتاع الريسيرش انا عايز اوصل لفاكت، عايز اشوف ايه العلاقه ما بين السكيزوفرينيا والانفكشن. فبالتالي الايم هنا مختلف عن هنا. تاني حاجه الريبليكابيلتي والبابليكيشن. هل انا لما بعمل اوديت بنشر النتائج بتاعته؟ بنشر الغسيل اللي مش نظيف؟ لا. يعني اقول والله ده احنا كان عندنا اهمال بجد؟ لا خالص. ده انا بحاول اقول ايه؟ الحيطه دليل. لكن لو انا عملت بحث ولقيت ان في علاقه بين السكيزوفرينيا والانفكشن، ده انا هروح الف واحفى على الجورنال عشان انشره. فالبابليكيشن في الريسيرش اسينشال، لكن في الاوديت بالعكس. الكونفدينشياليتي في الاوديت مطلوبه، انا بعمل الاوديت ميتنج للناس اللي انا عايزهم بس، لكن في الريسيرش لا، مفيش كونفدينشياليتي. الريزلتس هنا بتبقى لوكال، لكن الريزلتس لما بطلعها كان بي جنراليزد. هنا الانفستيجيتورز بستخدم التيم بتاعي كلهم ساينتفك، لكن هنا انا بعمل اجتماع مع مين؟ بعمل اجتماع مع النيرس، بعمل اجتماع مع بتاع المطبخ، بعمل اجتماع مع الست اللي بتعمل الاكل، بعمل اجتماع مع ناس كتير مش لازم ان هم يبقوا ساينتفك. طبعا الاوديت بوليتيكال وادمنستريتف، لكن الريسيرش ات از ساينتفك. عرفنا يعني ايه اوديت؟ طيب ايه اللي بيحصل بعد الاوديت؟ انا بعد الاوديت بعد ما بعمل الميتنج ببتدي اطلع بتوصيات. والله المشكله دي غالبا كانت بسبب ان الاكل جالهم من بره، احنا سمحنا الاكل يجي من بره والاكل اللي من بره ده عمل فود بويزنج، وبالتالي هطلع في التوصيات ان انا ما يجيش اكل يخش من بره، وبعدين برجع اتابع الحكايه دي واعمل ري اسسمنت تاني. بيسموا ده الاوديت ايه؟ اوديت لوب. هي بس مجرد ان احنا عارفين ايه الفرق ما بين الاوديت والريسيرش. طبعا الاوديت من الحاجات اللي ممكن تجيب لك افكار ريسيرش، وهو ممكن يعتمد على الريسيرش. يعني ممكن واحد يجي يدافع عن نفسه يقول لي ايه؟ يقول لي انت ايه؟ انت زعلان ان في خمسه جالهم؟ طب ما في كل الدنيا بيحصل كده. فمش مستشفى موصلي اهو في بحث بيقول ان كذا. فالاوديت بيعتمد على الريسيرش عشان يفالويت، وفي نفس الوقت it can suggest research. طيب في الديسكريبتيف اوبزرفيشنال ستاديز خصوصا في السايكايتري، انا كلمتكم عن الكوانتيتيف ريسيرش اللي هو بعمل فيه ارقام وستاندرد ديفيشن، لكن هل ده بيبقى ابليكابل لكل السايكايتري ديسوردرز؟ لو عايز تقيس حاجه في الداينامكس، عايز تشوف حاجه في الانتر بيرسونال ريليشن، عايز تشوف الريليشنزي تقيسها ازاي؟ هتعتمد على ايه؟ اسم الريليشن كده بسكيل تقيسه ازاي؟ بصلي قد ايه في اليوم؟ بصوم ولا ما بصومش؟ مش كده؟ مربي دقني ولا لا؟ مش هقيسه الاكسترنال جاست، لكن هل ده ميجر جاستي؟ ياما ناس بيصلوا وبيصوموا وما عندهمش اي درجه من درجات الريليجيوستي. عشان كده في قصور بالنسبه للهيومانيستك ساينس والسبريتشوال ان انا اقيسها بكوانتيتيف سكيلز. هنا بيعملوا حاجه اسمها كواليتيف سكيلز، هي انا بحب ان انا ادرسها خصوصا اي واحد هيشتغل في الهيومن ساينس. ليها طرق، السيل ستراكشر انترفيوز، الانفوكس جروبس، في طريقه اسمها الدلفي بروسيس، النومينال جروب، يعني ما هياش برضه ابهزت تمام. لكن الحقيقه احنا عندنا قصور في النوع ده من الريسيرش. خلصنا من الديسكريبتيف اوبزرفيشن، نيجي بقى للانفرنشال او الاناليتيكال اوبزرفيشن. دول ممكن يكون كيس كنترول او لونجيتيودنال ستادز، كروس سيكشنال كيس كنترول او لونجيتيودنال ستادز.
الاثنين دول بيتعملوا to measure الاسوسيشن او الكوزاليتي. اقدر استخدم الاثنين دول، كل واحده ليها ميزاتها وعيوبها. هدي مثل ونطبقه. افرض ان انا عايز اشوف هل في علاقه ما بين السموكينج والكانسر ولا لا، تعمل اي ستادي؟ او عايز اشوف في علاقه ما بين السموكينج والديمنشيا ولا لا، هعمل ايه؟ لونجيتيودنال. لونجيتيودنال يعني هروح واخد ازاي بقى في اللونجيتيودنال؟ يعني اخد حد وتابعه. بالظبط، باخد مجموعه بسميها الكوهورت اللي هم اكسبوزد للسموكينج. يعني هاخد ناس سنهم 45 سنه، دول اسمها ايه الجروب دي؟ كوهورت. وبتابعها بروسبكتيف لقدام. دول اكسبوزد لنفس الريسك. وبتابعهم بقى لمده 20 30 سنه واشوف كام واحد منهم جاله ديمنشيا ولا لا. دي كويسه ولا وحشه؟ كويسه جدا، قويه جدا، لكن ايه عيبها؟ عيبها طبعا، عيبها انها very tedious و time consuming. يعني انا دلوقتي وزارة الصحة بتقول لي خد قرار، التدخين ده ضار ولا مش ضار؟ عايزين رد مني دلوقتي اقول استناني بس 20 سنة؟ ينفع؟ مش هقدر. عندنا ينفع ولا مش هقدر؟ او انا ممكن اقول له الاجابة وبعدين لما افكر بعدين. اقول له لا ما بيعملش وبعدين لما افكر. يبقى عيب اللونجيتيودنال او الكوهورت ستادز طبعا سواء اكسبوجر بيرث او ريسبشن انها تايم كونسيومينج تيديوس، بيحصل فيها اتريشن او تاكل للعيال، لكن طبعا هي اقوى ستادز. يعني انت لو بعت لاي مجله بروسبكتيف ستادي شابوه هينشروه على طول. تبعت عينين سنه واثنين بيحترموا الحاجات دي. ليه؟ لان هي ما فيهاش بايس، ما فيهاش سيلكشن بايس، ما فيهاش ميجرمنت بايس. انا ما اعرفش مين هيجيله ومين مش هيجيله، تمام؟ لكن لو انا عايز بقى اوصل للنتيجه دي دلوقتي، الوزاره عايزه اجابه مني بعد شهر، اعمل ايه؟ ازاي عشان اشوف الاسوسيشن؟ حاجه من اثنين. طيب هو تحب ايه؟ ايوه، اما اعمل ريتروسبكتيف كوهورت، يعني اجيب الناس اللي عندهم ديمنشن واشوف الفايلز بتاعتهم القديمه، مين كان بيدخن وبدا يدخن امتى. دي برضه لونجيتيودنال ستادي، بس ايه؟ انت بتدور في دفاتر، بتشوف الدفاتر. انا العيال انا باجي من الاخر، باجي من المرض وبعدين بتتبع عشان اشوف الريسك فاكتور كان ماشي ازاي. ايه عيبها ديت؟ دي كويسه قويه، لكن عيبها ايه؟ محتاجه دوكيومنتيشن، محتاجه دوكيومنتيشن سيستم، وكمان فيها نوع تاني من البايس اسمه الريكول بايس. يعني انا بجيب واحد ديمنتد وبقول له تدخن من امتى؟ ادخن وانا بدخن؟ ما الراجل عنده ميموري امبيرمنت وانت عايز تاخد منه داتا عن حاجه حصلت قبل كده. طبعا يبقى عيبها محتاجه دوكيومنتيشن، تمام؟ وفي نفس الوقت حته الريكول بايز هنا بيبقى مش موجود. طبعا انت لو عايز تطلع، انت بتضايق من شركات التدخين وعايز تطلع تقول لك مش انت بتدخن؟ يقول لك اه مش انت كنت بتدخن؟ هطلعه زي ما انا عايز، ففيها بايس. لكن لو انا عايز اعمل حاجه بقى مش ريتروسبكت، مش 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 لونجيتيودنال، اعمل ايه؟ نعم؟ ممكن اجيب ناس مختلفين في مده التدخين بتاعتهم واشوف التاثير على كل واحد في مده التدخين. يعني لونجيتيودنال؟ في نفس الوقت، يعني بيدخل بقاله سنه، بقاله 5 بقاله 10 بقاله 20 بقاله 30 في نفس الوقت واشوف الفرق. يعني حضرتك هتاخدي ناس دلوقتي دلوقتي، يبقى دي كروس سيكشنال مش لونجيتيودنال، وده كويس. هعمل ايه؟ يعني كانه واحد بس على واحد، يعني نفس المده بس على كذا واحد في نفس الوقت. لا ما ينفعش كانه، انا هاخد المجموعه دلوقتي حاليا وادرس الاسوسيشن اللي موجود حاليا. يعني هجيب عينه من الناس اللي عندهم ديمنشيا وبيدخنوا، وعينه من الناس اللي عندهم ديمنشيا وما بيدخنوش، واشوف الفروق ما بينهم او حاجه زي كده. يعني المهم الاستادي ديزاين بتاعي ان انا باخد مجموعتين في نفس الوقت، مجموعه بتتعرض للموضوع دوت ومجموعه ما بتتعرضش. طبعا دي فيها ايه؟ فيها بايس كتير. تابع العينه، ده انا بشوف اللي موجود دلوقتي. بالاضافه
ان انا ما ببقاش عارف which of which. يعني انا دلوقتي طلع عندي في علاقه ما بين التدخين ان اللي بيدخنوا عندهم دمنشيا. طب ما جايز هم عشان جالهم دمنشيا يدخنوا. يعني مين قالك ان التدخين هو اللي خلاهم يبقى عندهم دمنشيا؟ طب ما جايز في ريفرس كوزاليتي. ما جايز لان هم زي الكلام اللي اتقال على مين؟ عارفين؟ علاقه الاسكيزوفرينيا بالسوشيال كلاس. اول استاذ اتعملت على علاقه الاسكيزوفرينيا بالسوشيال كلاس قالوا ايه؟ قالوا لا ده الاسكيزوفرينيا دي علاقه باللو سوشيال كلاس. فطلع واحد عمل بعد كده قال يا جماعه ده غلط. لا عمل هايبوثيس اسمها ايه؟ الداون دريفت هايبوثيس. ده هم لما بيجوا سكيزوفرينيك بينزلوا بالسوشيال كلاس. يعني انت دخلت كليه الطب واخوك دخل كليه الهندسه. اخوك الثالث بعد الشر سكيزوفرينيك ما كملش تعليم. هيروح فين؟ هيروح معهد سنتين. بالكتير لما يجي يتجوز مش هيتجوز دكتوره، هيتجوز واحده بلوك تجاره بالكتير من لو كلاس اقل عشان تقبل بيه، وبالتالي مش هيسكن في المهندسين، هيروح يسكن في فلاح وهكذا. فيبقى هو ايه اللي حصل؟ لما بقى سكيزوفرينيك نزل بالسوشيال كلاس بتاعه. دي الفكره بتاعت الايه؟ الريفرس. وده عيوب الاسوسيشن الكيس كنترول ستادز اللي هي بحاول ان انا ادور منها على الكوزاليتي. لكن اهميه الكيس كنترول ستادز بتبقى اكتر لدراسه الايتيولوجيك فاكتورز والبروجنوزس. يعني ودي معظم الرسائل بتاعتنا. يعني انا عايز اشوف علاقه الاسكيزوفرينيا بالهيبوكامبال فوليوم. علاقه الاسكيزوفرينيا بالاي اي جي. هعمل ايه؟ اني ستادي؟ كيس كنترول. ناس سكيزوفرينيك وناس كنترول واشوف الفاريبل ده موجود في مين وهل الفرق ده سنين. دي اسهل حاجه. معظم الاستادز اللي احنا بنعملها في رسائلنا اسمها ايه؟ كيس كنترول ستادز. دي كروس سيكشنال كومباراتيف. يا اما بستخدم مجموعتين او مجموعه وكنترول. غالبا بتبقى بتبحث عن ايتيولوجيكال كوز. ميزتها انها ايزي طبعا ما هياش تايم كونسيومنج ولكن البايس فيها على ودنه. كل انواع البايس بتلاقيها. يعني انا بعمل رساله تمام وقعدت اشتغل فيها ست شهور هطلع انا مفيش علاقه؟ لا لازم يبقى في علاقه خاصة عنه. ولو مفيش علاقه نجيب علاقه. انا فاكر كويس قوي مش 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 بقول كلام يعني كده وانا بشتغل شغلي الرساله بتاعت الام دي بتاعتي كنت بشتغل على البوست ستروك ديبرشن. فكنت واخد عيانين ستروك وعيانين تانيين بديسوردر تاني جاب ستروك. ورحت لحد زميلي في الصحه العامه فاول سؤال سالوني ايه؟ وانت انت عايز تطلعها ايه؟ قلت له انا عايز اطلع ايه؟ قال قلت له يعني انا مش عارف انت رايك ايه؟ قال لي لو استخدمنا الاختبار ده هيطلع سيجنفكت. لو عملنا مش عارف يطلع مش سيجنفكت. لا انا عايز اطلعها زي ما هتطلع ورفضت ان انا اعمل الستاتستكس وعملتها انا. اضطريت في الوقت ده ان انا اتعلم وخدت كورس في الستاتستكس عشان اعملها. والحمد لله طلعت سيجنفكت. اللي انا عايز اقول لك على حاجه بحث. حد منكم بيتابع قناه ناشونال جيوغرافيك؟ قناه حيه. من شهر كانوا عاملين بحث عن البرين اكتيفيتي او البيولوجي اوف لاين. يعني واحد لما بيكذب ايه التغيرات اللي بتحصل في البرين مع الكذب عن انك تقول الحقيقه؟ تتخيلوا مين اللي مجهد اكتر؟ الكذب. يعني انت لما بتيجي تكذب البرين ايريز اللي بتشتغل بيك اكتر بكتير جدا من ان انت تقول حاجه. ودي احد الويز اوف لاين ديتكشن دلوقتي انك تشوف الفانكشن ايه مره. انا عايز اقول لك بقى لما بتيجي تالف بحث وتفبركه بتعمل مجهود اصعب من انك تعمله بجد. يعني لو اشتغلت البحث بجد وعملت التولز وخدت العادي كده هتلاقي الدنيا ماشيه كويس. بتعمل مجهود كبير عشان تقعد تالف في البحث وتجيب الارقام وتعملها فاهم بس ممتعه. عارفه برضه الحرام له طعم. يعني لما بتعملي حاجه وتحس كده يا سلام ضحكت عليهم حاجه جميله. برافو على حضرتك. دي نقطة مهمة جدا. في فرق ما بين فيلد ستادي ونيجاتيف ستادي. نيجاتيف ستادي از ا جود ستادي. فيلد ستادي از نوت ا جود ستادي. دي من الحاجات اللي للأسف ناس كتير مش فاهمها.
يعني ايه الفرق ما بين فيلد ستادي ونيجاتيف ستادي؟ نيجاتيف ستادي معناها ان انا عملت الستادي والستادي زي الفل ولكن النتائج طلعت نيجاتيف. دي الفايند دي حاجه جميله يعني مش انت جاوبت على السؤال. من قال لا اعلم فقد افتى. هو جاوب على السؤال قال ما اعرفش تمام. لكن فيلد ستادي معناها ايه؟ معناها ان في عيب في الستادي لدرجه النتيجه اللي طالعه دي ما اقدرش اعتمد عليها. فده دي نقطه مهمه. نيجاتيف ستادي ما هي ده ريزلت. لكن فيلد ستادي خلاص يبقى ده كيس كنترول ستادز. ودي يعني ايه كوهورت؟ كلمه كوهورت معناها ايه؟ مجموعه من الانديفيدجوالز in one way or another بيتعرضوا لنفس الريسك فاكتور. انواع الكوهورت اكسبوجر على حسب بيتعرضوا لايه. ممكن اخد البيرث كوهورت اللي موجودين في وقت معين. ممكن اخد الانسبشن كوهورت اللي بيبقى في جيفن بيريد اوف تايم او في كومن فاكتور. دي الانواع المختلفه. طبعا الكوهورت ستادي ممكن تبقى ديسكريبتيف او اناليتيك. الاناليتيك هي اللي ليها اكتر علاقه بالكوزاليتي. هل ده سؤال انا بحطه كويشن في الكريتيكال ابريزل اللي هي دي. هل لازم اعمل كنترول بالنسبه للكوهورت؟ يعني انا هاخد مجموعه وهتابعها لازم اعمل لها كنترول ولا مش لازم؟ لو ان انا هعمل اناليتيكال بيربوزز الافضل ان انا اعمل كنترول. لكن لو انا هعمل ديسكريبتيف او بدرس بروجنوزس مش محتاج ان انا اعمل فيها كنترول. طبعا هنا بقيس الاوت كام بالريلاتيف ريسك. لو انا اخدت الكنترول وذين ذا جروب ده اكسبت. يس اكسبت. طيب نيجي للنوع الثالث وده الاشهر بالنسبه لشركات الادويه اللي هي الكلينيكال ترايلز او الاكسبيرمنتال ستادز. ايه انواع الكلينيكال ترايلز؟ ايه انواع الكلينيكال ترايلز؟ يعني انت عايز تشوف تاثير دواء على مرض. ايه الانواع اللي انت بتستخدمها؟ طبعا اللي انا قلته في السؤال الاوبن كلينيكال ترايل. يعني ايه اوبن كلينيكال ترايل؟ يعني بدي الدواء لمجموعه سيلكتد واشوف الاوت كام ازاي بس. هل انا عملت راندومايزيشن؟ لا. هل انا عملت كومباريزون؟ لا. خلاص؟ هل انا اديت بلاسيبو؟ لا. يبقى الاوبن كلينيكال ترايل السيمبل ان انا بستخدمها ان كنترول مفيش بلاسيبو وفي نفس الوقت مفيش فيها راندومايزيشن. لو ضفت عليها واحده بتزيد السيجنيفيكانس بتاعها. يبقى عندي اوبن بلاسيبو كنترول ترايل راندومايز سنجل بلايند كنترول. راندومايز معناها ايه؟ معناها ان في راندوم الوكيشن للسامبلز. سنجل بلايند يعني ايه؟ دبل بلايند يعني ايه؟ وتريبل بلايند يعني ايه؟ سنجل العيان ما يعرفش لكن الدكتور يعرف. يعني انا بدي بلاسيبو المجموعه والدواء المجموعه. العيان ما يعرفش هو بياخد الدواء ولا البلاسيبو لكن الدكتور عارف. الدبل بلايند الدكتور والعيان والتريبل بلايند الدكتور والعيان والشيخ ولا اللي بيعمل ولا الريتر نفسه عارف. طب الدبل دامي دبل بلايند دبل دامي نعم. الدبل دامي يعني ما بياخدش من شخص بياخد من دامي يعني ما فيش البيرسونال كونتاكت كمان معاه. دي اقوى لان كمان يو افويد البيرسونال فاكتورز كله. طبعا اقوى حاجه انتوا عارفين لما باجي اعمل ليفل اوف ايفيدنس يعني علشان اقول الدواء ده واخد اف دي اي ابروفال او في الجايد لاينز ذا فيرست لاين ده بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على وجود فقط واحده من دبل بلايند راندومايز بلاسيبو كنترول وذ كروس اوفر. دي لو واحده بس ستادي ممكن تخلي ليفل اوف ايفيدنس فيرست ليفل. يبقى اقوى حاجه في الكلينيكال ترايلز هي ايه؟ دبل بلايند راندومايز بلاسيبو كنترول. لو فيها كروس اوفر بيبقى عارفين الكروس اوفر يعني ايه؟ يعني مره ياخد الدراج وبعدين يروح عامل كروس اوفر. اللي كان بياخد دراج ياخد بلاسيبو واللي كان بياخد بلاسيبو ياخد انتراك. طبعا دي اقوى حاجات. خلاص؟ ثالث نوع من الاستادز اللي احنا بنسميه ناتشراليستيك ستادز او براجماتيك ريسيرش او الريل كلينيكال سيتويشن ستادز. ايه هم دول؟
دي الاستادز اللي انا بعمل لها ديزاين بس ما باخدش فيها ناس يبقوا هم اكسبيرمنتال. يعني ايه؟ زي كاتي ستادي بتاعت الاسكيزوفرينيا. عارفينها؟ اتعملت ازاي؟ جم على 57 سايت وقدموا بروتوكول للناس اللي بيشتغلوا. فكل اللي مطلوب منك انك بتسجل اللي انت بتعمله بالظبط. يعني هو مش جاي انت انا مفيش بايس. العيانين دول مش انا مش بختارهم، ده انا بعمل استادي على الناس اللي انا بشوفهم كل يوم. وعشان كده البايس فيها بيبقى قليل. لانها مالتي سنتر والديزاين بتاعها انا مش باخد عيانين فولنتيرز، لا ده انا باخد الناس اللي هما اساسا انا بشوفهم في الكلينيكال براكتس. وطبعا الاستاديز دي بدات تاخد اهتمام كبير في الفتره الاخيره. هما بيبقوا راندومايز كنترول، السامبل سايز بيبقى فوق ال 1000، بيبقى فيه اكتر من سايت. الانترفنشن هو اللي موجود كبارت من الروتين هيلث كير، وعاده قياس الاوت كم بيبقى كلينيكال. يعني ايه الاوت كم اللي كان بيتقاس في الكات ستادي؟ كنت بعرف العينين اتحسنوا ازاي؟ فاما الزبد فيذهب جفاء، واما ينفع الناس فيمكث في الارض بالدروب ريت. يعني بعرف ان العيان اتحسن من انه مكمل على الدواء، لانك مش ممكن هتكمل على الدواء الا اذا كان في حاجتين انت متحسن عليه وفي نفس الوقت مش تعبك قوي. بيسموها ايه؟ الدروب اناليسيس. هي افكتفنس. يبقى البراجماتيك ريسيرش ما بقاش يعتمد على قياس الافكاسي بسكيلز، لكن بيعتمد البرايمري اوت كام هو ايه؟ ان العيان يبقى مكمل على الدواء، اللي اسمها الافكتفنس. اشهر طبعا اشهر براجماتيك ستادز في السايكايتري للسكيزوفرينيا الكاتي، للباي بولر الستاد دي دي للباي بولر سيستماتيك تريتمنت هانسن بروجرام تو ناس باي بولر. وبالنسبه للدبريشن الستاد دي. تمام؟ دول اشهر حاجات. الايكونوميك اناليسيز طبعا انا مش هتكلم عليه، بس ده بيهم قوي الناس اللي هم شغالين في الادمنستريشن. يعني انت ماسك مستشفى وجت شركه الادويه ضغطت عليك، جت استرازينيكا وقالوا لك احنا عايزين ندخل السيليكويل. والسيليكويل اغلى من الجينيريك اللي موجود. وهنسفرك وهنجوزك وهنعمل لك اللي انت عايزه. فانت هتعمل ايه؟ دخلوا بقى يا سلام. بس هتدافع عن نفسك ازاي؟ لان هيجي واحد متغاظ منك يقول لك لا ده واخد ده قابض. وطبعا كلامنا دلوقتي بقى عادي، يعني كلنا احيانا بنحب بعض او بنثق في بعض. طب ادافع عن نفسي ازاي؟ ادافع عن نفسي ازاي؟ ها؟ ده وين التي كانت يدها؟ ادافع عن نفسي ازاي؟ لازم اعمل استادي. طب اعمل استادي ازاي؟ يعني هيقول لك ايه فرق السيليكويل عن ما انت عندك ابيكسيدو؟ ما تديهم ابيكسيدو. عندك في فرق ما بينهم؟ هتقول له ايه؟ هتقول له اصل ده بيشتغل على الاسوسيشن. ما فهمش الكلام ده. الاثنين للسكيزوفرينيا وده ارخص من ده. هتدافع عن نفسك ازاي بالستادز؟ الستادز اللي هي الفارماكو ايكونوميك ستادز في عندي انواع. في عندي الكوست مينيمايزيشن، معناها ايه؟ ان انا بقيس فقط مين الارخص. يعني لو انا بستخدم كوست مينيمايزيشن يبقى الاسترازيل ولا الكوتايبين؟ الاسترازيل طبعا بالكوست مينيمايزيشن، لان ده الارخص وده بيعالج. لكن لو هستخدم الكوست بنفيت، الكوست بنفيت يعني هنا بقيس الانبوت والاوتبوت بالفلوس. تمام؟ يعني هنا بقول لا ده اللي بياخد كوتايبين بيروح الشغل فبيكسب، لكن اللي بياخد ما بيروحش بتترجمها لفلوس، ففي النهايه ممكن تطلع ان الكوتايبين ارخص. ده برضه على حسب زميلك. الكوست افكتفنس انك بتقيس، لا بتقيسه بس مش ان ماي مش مونيتري تيرمز، بتقيس بناتشرال يونتس. يعني بتقول لي بتقدم ستادي ان الكواليتي اوف لايف احسن، السيكشوال فانكشن احسن، الماريتال لايف احسن، دول بيطلقوا دول ما بيطلقوش. بتقدم ايتم تاني غير الفلوس. الكوست يوتيليتي معناها ايه؟
ان انا بشوف كواليتاتيف وكوانتيتاتيف بس بعمل لها الاوتبوت بتاعي اللي بقيس بيه حاجه اسمها الكواليتي ادجستد لايف ييرز. يعني ايه؟ بشوف قد ايه الواحد يحب. يعني مثلا الموضوع ده يبقى معروف قوي في ادويه الكانسر. تحب تعيش 3 سنين وانت واخد كيمو ثيرابي وشعرك واقع ووشك بقى مكرمش وحالتك بالبله وقاعد في السرير، ولا ما تاخدش كيمو ثيرابي وتقضي لك 6 شهور حلوين بشعرك وبجسمك وكذا؟ ويتش ويتش. طبعا دي بعملها بمعادله، يعني الكواليتي اوف لايف في البريفرنس تايم. انا بالنسبه لي افضل ال6 شهور دول، خلاص. في واحد تاني يفضل، وبعمل لها الاسسمنت اسمها كواليتي ادجستد لايف ييرز، ان انت بتشوف البريفيرد فاليو في التايم سبان. اذا موضوع الايكونوميك ستاتس مش مجرد ان مين ارخص ومين اغلى، يعني في ايتمز ثانيه انا بقيسها. وزي ما اتفقنا الكوست مش بيتقاس بكوست الدواء بس، في حاجه اسمها دايركت كوست اللي هو الهوسبيتاليزيشن، كمان اللوس اوف ورك ان دايركت كوست، الترانسبورتيشن، التنجنشبل كوست، الانكريمنتال كوست. كل الحاجات دي لو اخدتها ممكن يكون الدواء اللي انت شايفه اغلى يطلع ارخص، على اساس ان انا بحسن ايتمز ثانيه يبقى فيها الجين. يعني لو دواء هيخليني اروح الشغل، احسب الفلوس اللي انا هتروح مني لو ما رحتش الشغل وضيفها للاسبكت ده. احنا كده خدينا فكره عن الايكونوميك اناليسيس. طيب اخر حاجه هنتكلم عليها الميتا اناليسيس. يعني ايه ميتا اناليسيس؟ تسمعوا الكلام ده كتير، والحقيقه كان من حوالي 10 سنين دي كانت موضه، ان الميتا اناليسيس زيها زي دبل بلاسيبو كنترول راندومايز، قويه جدا. ميتا اناليسيس تحطك في ليفل واحد. هي على اساس ايه الميتا اناليسيس؟ فكره الميتا اناليسيس ان انا بستفيد من دراسات مختلفه في كانشرز مختلفه، وبحاول الاقي لهم ميثودولوجي كومن واطلع بنتيجه كبيره. بمعنى اخر، حسين اشتغل على 30 حاله سكيزوفرينيا، والدكتوره دينا اشتغلت على 50 حاله في اسيوط، وواحد ثالث اشتغل على 40 حاله في اسكندريه. بقى انا اعمل ايه؟ بحاول اشوف الاستاديز ال7 دول واحاول الاقي حاجه كومن ما بينهم، يعني كلهم استخدموا البيك، يبقى انا هستخدم البيك وهستخدم المجموعه العينه بتاعتهم كلهم، يبقى انا كاني انا خدت عينه كام؟ مجموع كل دول. فبالتالي الريزلت بتاعتي بتبقى ايه؟ بتبقى اقوى، لان بدل ما العينه بقت 30 العينه بقت 500. تمام؟ عشان كده الاستاتس دي الحقيقه كانوا بيقولوا ان ليها قوه كبيره، لكن ناس كتير قوي اعترضوا عليها. ليه بقى؟ لانك بتضطر تلعب في الاستاتس، بتطوعها. زائد ان المجموعه هيتروجينس، اللي اشتغل هنا غير اللي اشتغل هنا. عشان كده حاليا الجايد لاينز الجديده الميتا اناليسيز نزلت من ليفل 1 لليفل 3. ما بقتش هي رقم واحد. لكن لغايه دلوقتي ستيل بعض الجايد لاينز بتعتمد عليها. سيستميك ريفيو معناها ايه؟ زي الرسائل. انتوا لما بتاخدوا رسائل بتاخدوها يا اما اسي يا اما ثيسس. ازاي اعمل اسي؟ المفروض ان انا بخش على الليتريتشر، بحدد ريسيرش كويشن، وببتدي ان انا اجمع داتا واطلع بكونكلوجن. للاسف الشديد محدش فينا بيعمل كده، احنا بنطلع نعمل قص ولزق، اروح جايب من هنا على من هنا على من هنا واطلع برساله بتبقى مسخ. الحقيقه مش المفروض غير كده خالص. السيستميك ريفيوز من الحاجات القويه جدا وليها نظام، لكن لو كان الوقت يسعفني كنت يمكن اتكلمت عليها اكتر. دي انواع البايز اللي احنا ممكن نقابلها: سيلكشن او سامبلينج بايز، ريكول بايز، ريسبونس بايز، ميجرمنت بايز، انترفيور بايز، ببليكيشن بايز. عارفين يعني ايه ببليكيشن بايز؟ يعني انا هنشر المقاله ديت في الجورنال بتاع الافكتيف ديس اوردر، وانا عارف ان اتسكان اديتور وهو بيحب الحته دي اروح مطلعها له عليها. يعني انت بتطلع النتائج زي ما الاديتور عايز. على فكره انا نشرت البيبر بتاعتي كده، ما اقدرش انكر. يعني انا لما حبيت انشر كنت عامل
دراسة عن السليب في البوردر لاين. والنتائج بتاعتي طلعت ان البوردر لاين قريب من البايبولر. فسألت الدكتور عكاشه قال لي بصوا اكسكال بيحب الحته دي. ابعتها له وحطه في الريفرنس. الحقيقه من غير اي ريفيجن وجي عليها سيتيشنز كتير. يعني بس ذا واي هاف تو ببلش. يعني الببلكيشن مش كله يعني خالي من العيوب او كله فيه محتاج فرق تمام؟ والاتريشن بايز خليني اقف عندي كده. احنا كده المفروض ان انا اتكلمت عن ايه؟ اتكلمت عن ازاي الواحد يقرا بيبر، ازاي يعمل كومنت على الايم او ريسيرش كويستشن، السبجكت او السامبل، الريسيرش ميثودولوجي انكلودنج الاستاتستكس والستادي ديزاين والريزلتس، واخر حاجه ان هو هاو ان هو كومنت على الفلوس اللي هو لقاها. طيب احنا دلوقتي معانا بيبر هنقراها ونكتب اللي احنا عارفينه. يعني ما دي حاجه ليا انا الحقيقه. ما فيش إجابة نموذجية يعني. تمام؟ تمام؟ هل ده بعد كده يتطوروا ان هم يبقوا ديبريشن او ديمنشيا او كذا؟ فهم خدوا مجموعة من الناس اللي هم عندهم سبجكتيف ميموري امبيرمنت وتابعوهم بعد كده وشافوا مين بيجيله ديبريشن، مين بيجيله ديمنشيا، ومين ما بيجيلوش حاجة. على أساس الفكرة اللي هم كانوا عايزين يشوفوها، هل السبجكتيف ميموري امبيرمنت ده صح ولا لا؟ هل له اي بريدكتيف فاليو ولا لا؟ يعني واحد بيشتغل وبينسى وهو عنده ولا هيجيله ديمنشيا ولا هيجيله ديبرشن ولا مش هيجيله حاجه؟ دي الفكره. اوكي؟ الدور اللي جاي هنحط سؤال صعب، هنخلي السؤال سهل للدور اللي بعده. نعم؟ الإجابات دي؟ أنا هعملها لك دلوقتي. قريتوا البيبر نقول هراجع معاكم سؤال سؤال كده بس انتوا فكرتوا فيه ازاي؟ قبل ما نلم الورق. هو السؤال الاولاني اعتقد كان عن الفاليديتي اوف ذا ستادي. Was the duration of symptom of subjective memory impairment well defined or not؟ مش ده؟ ده السؤال؟ اه. باين قوي ان هو مش well defined. مش شايفين ودي من العيوب بتاع البيبر. البيبر دي منشوره فين؟ في الجورنال سايكولوجيكال ميديسن اللي هو من اقوى الجورنالز على الاطلاق. هل السبجكتس اسيست ات سيميلر تايم وذ ريجارد للاس ام اي سيمتومز ولا لا؟ وي دونت نو. يعني الاجابه هنا وي دونت نو، احنا ما نعرفش، مش مذكور، ودي من العيوب انه كان المفروض ان هو يقول ان هو عمل لهم ولا لا. هل السليكشن اوف بيشنت ريبريزنتيف ولا لا؟ لا. ليه؟ عشان واخده من حته واحده، مكان واحد، لندن هوسبيتال. تمام. The patient was visited at home من مكان واحد فما هماش fully represented. طيب هل كل patients seen for follow up؟ لا. وهل ده اثر ولا لا؟ هو الحقيقه حوالي هم مش فاكر، لا اقل من 25. 17% اعتقد ماتوا و7% ما كملوش. 25% يعتبر اكسبت.
اقل من 25%. يعني في الرينج الاكسبتد. بالظبط هناك 25.1%. ما نقصد هو في الرينج الاكسبتد مش كتير. هل الاوت كام ميجر اوبجيكتيف ولا لا؟ وليه؟ ها؟ يس بليز. بس مش يعني مش كبير. ليه؟ لان ده ماشي مع النورمال. يعني النورمال اوت كام بتاع اي ناس في السن ده ممكن يعني 50% منهم يموت. هو اكريشن بايز ولكن مش مؤثر قوي على النتائج. هل الاوت كام ميجر اوبجيكتيف؟ وايه دي تو ريزونز؟ It is objective. طبعا. لانه ما اعتمدش فقط على الاسود. ومعتمد على حاجه اندبندنت سكيل. طيب هل في اي بروجنوستيك فاكتور هم عملوه؟ دي نقطه مهمه. وده من العيوب بتاعه الستدي. هل في فاكتور هم ما جابوش ذكره؟ ايوه. الناس اللي عندهم ديبريشن دول بياخدوا انتي ديبريسنس. ايه تاثير الادويه عليهم؟ هل كان عندهم امراض تانيه ولا لا؟ ما جابش ذكر الحاجات دي. ففي اذر فاريبلز هو ما ذكرهاش ودي الحقيقه تعتبر من العيوب. بس دي مش موجوده في الميجرمنت. ممكن تبقى عيب في الميجرمنت اللي عنده. التايم انه قاسها امتى؟ قاس الوقت امتى؟ ممكن تكون في الطول لكن ما تعتبرش كفاكتور تاني اختار. يعني ايه 95%؟ خلاص دي بقى سهله. يعني ايه 95% كونفدنس انترفال؟ يعني لو انا قلت ان بناء على الاستادي دي ممكن واحد من كل 20 ستادي يجيبوا نتيجه زيها، صح ولا غلط؟ يعني ممكن واحد من كل 20 ستادي لو انا عملتهم هتطلع نتيجه زي دي، صح؟ لان معنى كده 5% ممكن يجوا باي تشانس، يعني واحد من 20. فهمنا معناها ايه؟ يعني انا كونفيدنت بنسبه 95% للنتائج دي، لكن في 5% اللي هو 1 على 20 تشانس ان النتائج دي تكون ايه؟ باي تشانس. انا صدفه. اوكي؟ عرفنا يعني ايه كونفدنس انترفال؟ هل الريزلتس فاليد للاوت كام كلينيكالي امبورتنت ولا لا؟ هل انتوا شايفين النتائج كلينيكالي فاليد ولا مش فاليد؟ ها؟ ايه سؤال؟ الاودز ريشيو واحد. دي معناها ايه؟ سيجنفيكانت ولا مش سيجنفيكانت؟ نوت سيجنفيكانت. انا حتى قلتها في الشرح ان الاودز ريشيو هنا اتس نوت سيجنفيكانت. انها واحد. طبعا هنا طالع نسبه من الناس اللي عندهم سبجكتيف ميموري امبيرمنت جالهم سايكوباثولوجي. وبالتالي اتس كلينيكال ريليفنت. يعني اللي بيشتكي ان هو احنا دايما بنطمن العيانين بنقول لهم كده لو انت بتشتكي انك بتنسى ما تقلقش مش هيجي لك الزهايمر. لا بناء على الاستادي دي مش صح. ان في 20% من اللي بيشتكوا انهم بينسوا بيجي لهم يا ديبريشن يا الزهايمر. فما هواش سبجكتيف ميموري امبيرمنت. ده الفايند بتاع الاستادي دي از نوت ذات بناين. ما هو مش حاجه بناين قوي يعني. If you were to use the subjective memory impairment cutoff score 3 على 4 what proportion of patient هيبقى identified؟ لو انت عملت cutoff score هتلاقي ان النسبه هتزيد ل 50%. هتطلع ل 50%. معنى كده ايه؟ معنى كده ان التحكم في cutoff score بيفرق كتير قوي في النتائج. ودي اهميه انك تحط لكل اختبار ايه؟ اللي احنا قلناها الكرايتيريا رقم كام؟ رقم 4. يعني يبقى لازم للاختبار جود نوتس. لانك لو لعبت في الكات اوف سكور هتطلع 50% بيجي لهم دمنشن. ده رقم كبير. What proportion of those without dementia test positive for it on the SMI at the cut off score of 3 على 4 show how you arrive at your result؟ دي صعبة شوية. ليها حسبه معينه بتحسب السبيسيفيسيتي
وبعدين بتعمل واحد ناقص الاسبيسيفيستي وبتطلعها. معلش دي مش مشكله خلوها عليا دي معلش. يعني ايه بوزيتيف بريدكتد فاليو؟ يعني ايه بوزيتيف بريدكتد فاليو؟ قدره ان هو يجيب بوزيتيف. يعني كام النمبر كام منهم كان بوزيتيف؟ يعني الاختبار ده له بوزيتيف بريدكتد فاليو. معناه ايه؟ معناه ان الاختبار ده بنسبه كبيره بيطلع عيانين عندهم ديمنشيا او عندهم ديبرشن. هل تتوقع ان البوزيتيف بريدكتد فاليو هتبقى سمولر او جريتر في العيانين اللي في المستشفى؟ في المستشفى هتبقى جريتر ولا سمولر؟ طبعا في المستشفى هم عيانين، وبالتالي انا متوقع انها هتبقى جريتر، لان نسبه الديمنشيا او الديبرشن عندهم بتبقى. بيقيم الاستادي والسكيلز المستخدمه، وبيقيم قد ايه انت فهمت الميثودولوجي وقد ايه تقدر تلعب فيه تتحرك فيه. يعني هو لما بيسالك السؤال دوت على اساس ان انت لو حبيت تعمل الاستادي دي بعد كده تعيدي السؤال، بس مش موجود في الاسئله اللي انا مديها. ايه الميجرز اللي تعملها علشان تحسن من الاستادي دي؟ يعني علشان يبقى النتائج بتاعتها مور فاليد. لا لا لا، البوزيتيف بريدكتيف فاليو انت ما بتقارنش بالطبيعه. انت بتقارن قد ايه العدد اللي عندك، تمام؟ ليها حسبه. قد ايه العدد اللي عندك، تمام؟ اللي كان عنده بوزيتيف، وبعدين بتشوف بعد كده السبيسيفيستي والسنسيتي بتاع الاختبار. يعني معلش انا طبعا ما جبتش المعادلات بتاعت الحاجات دي عشان الوقت. اه الداتا اللي موجوده في الورق اعرف طبعا. طبعا. ده امتحان، انا مش جايب دي اسئله الامتحان بتاع سنه 98، ده امتحان الام ار سايت بتاع كريتيكال ابريزل. لا مش انا اللي مالف، مش ماليش اي. طيب بس الاسئله السمري ده ما فيهوش مشكله. الأسئلة اللي بعد كده بتتكلم عن حاجة اسمها لايكلي هود، دي ليها حسبة معينة إن أنا بحسب السنسيتيفيتي وأقسمها على واحد ناقص السبيسيفيستي. المهم اللي أنا عايز أقوله بس، طبعًا الراجل بعت لي قال لي إن نتائج الامتحان ده كان 30%. الامتحان ده 35% من الطلبة بس منكم. في البيبر دي فانتوا اشهر اكيد. لا 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 مش عشان سياسة والله، لكن هي إلى حد كبير فيها اوريجيناليتي، الميثودولوجي بتاعها قوي، واخدين عاملين متابعه لفترات طويله، البايز اللي فيها قليل، مفيش استادي خاليه من العيوب كمان لله. بس حضرتك مش مثلا تطلب الكلام ده في الليميتيشنز على الاقل عشان الناس تعرف تشوف الكلام ده؟ والحاجات دي انت بتبتديها كده علشان، لكن دي مش سيرش، يعني مش بتتحاسبي على انك مثلا ان انا كتبت دي في الليميتيشنز. لا يعني هي انا اللي انا عايز اوصل له، لا اللي انا عايز اوصل ان مش مهم انها تبقى منشوره في مجله كبيره، ومجله ممكن تبقى منشوره في مجله كبيره بس فيها بايظ، بس فيها بايظ مفيش اي مشكله خالص. مفيش حد كبير على اي بيبر اقراه ان شاء الله تكون في الامريكا، ان شاء الله في اي حته ممكن الاقي منها فلوس. انا بقيم الفلوس دي قد ايه سيجنفيكانت او لا، ديليفيرد او لا. اتفضل. انت رايك ايه؟ ها؟ خد ناس واتبعهم، يبقى دي ايه؟ كوهورت بروسبكتيف ستادي، لانه خد ناس واتبعهم، عشان كده
تتنشر قوي حتى لو فيها فلوس. يعني حتى الاستادي البروسبكت الاستادي دي ليها قوه كبيره. فطبعا تتنشر رغم العيوب والمشاكل بتاعتها. طيب ان شاء الله يا رب المره اللي جايه مش هعمل حاجه، المره اللي جايه هتاخدوا البيت اكتر سايت بيبرز في مثلا في الشهر او شهرين هناخد ثلاثه بيبرز كل واحد بياخدهم مش هيكون بقى فيه اسئله، هو بقى هيطلع الاسئله هيبتدي يطبق اللي احنا قلناه ده ويجي يقول لا ده البيبرز دي انا ليه اعتراض عليها بكذا، انا مش موافق عليها بكذا، استفدت منها بكذا. يعني انا هكون مستقبل اسمع منكم. يا اما بالايميل انا حاجه بتاع اسمها زي ده يا اسبوع وهم هيوزعوا عليك وتقدر. يعني انا هي مش عارف المزج اللي هم هيوزعوا بيها ازاي، يعني عايزه تبقى هارد كوبي مش مشكله. لا اكيد هبعتها لك اكيد غالبا. طيب في اي سؤال؟ طيب انا بس بعتذر للناس اللي هم ما خدوش بقى في الكلينيكال قوي، بيكون الموضوع يعني بدري بس هو مش بدري على فكره. يعني اكيد اي حد فينا حتى اللي لسه يعني جونيور اكيد هيعمل ريسيرش، يا اما هيعمل ماستر يا اما هيعمل ام دي يا اما هيعمل ريسيرش في اي حته، تمام؟ فبرضه الحاجات دي محتاجه بغض النظر عن 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 تمام؟ اي سؤال؟ ها؟ مش عارف والله. ها اي حد يحب يسال، اي حد عايز ينقد، عايز يعمل كريتيكال ابريزل. ها طيب لو حد بامانه، لو حد شايف ان الطريقه ديت ممكن انها تبقى يعني لا يعني مش مستفيدين قوي، ممكن نغير، ممكن نخلي الجورنال كلاب، الجورنال كلاب له فوائد، يعني كل حاجه بيديها فايده. الجورنال كلاب فايدته اني اتعلم، دي اول فايده واهم فايده، اني اتعلم هاو تو ديفلوب ا كريتيكال ريدنج مايند، دي اهم فايده غير المعلومات. لا اي الكتاب اللي معايا ده موجود اكيد، لو دخلت وكتبت كريتيكال ريدنج هتلاقي كتير، هتلاقيها تبع كتب الايفيدنس بيز ميديسن، بس الشرح بتاعه كتير، يعني مش هتلاقي مبسط، عيبهم انهم بيكتبوا ديتيلز كتير. وفي عندنا الكتاب ده نفسه انا مصوره وحاطه في المكتب. مصور في المكتب. هو الميزه ان هو جاي سامبلز كتيره فبتقدر انت تشوف هم ازاي بيفكروا. طيب ان شاء الله يا رب ميعادنا غالبا هيبقى بعد في ديسمبر باذن الله. وبرضه انا مستني فيدباك، يعني انا ديمقراطي تمام؟ مش زيهم، انا ديمقراطي بجد. فلو قلتوا لي ان الموضوع ده مش كده احنا ممكن نقلب الجورنال كلاب انه ايه مثلا، وان انا الاوتيرنت الثاني ان انا اجيب الابديتس اللي تمت في اخر الشهر ده في كل المجالات. يعني ايه الابديت كذا، الابديت هنا كذا. اللي انتوا عايزينه، يعني انا ويتنج فور يور فيدباك. اوكي؟ كده ولا؟